بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت عملنا لوجن عن طريق الفيسبوك ما بين السبرينج اهو، تمام. ده الايه؟ ده الفيسبوك وكله تمام، ما فيش اي مشكلة، تمام. ممكن الكنترولر ده نغير بس اسمه، عشان ده بس مش جوجل، بس ده جوجل والفيسبوك، فممكن نغيره لفاكتور رينيم. اقول له ايه؟ هقول له سوشيال كنترول، تمام. غيره مفيش مشكلة، كله تمام. عاوزين نشوف احنا عملنا ايه، تمام، ورايحين فين وجايين منين، عشان برضو الموضوع يكون واضح للناس وتكون كل حاجة تمام. هفكركم سريعا، تمام، ان احنا اول حاجة عملناها كنا عملنا لوجن عن طريق الفيسبوك والجيميل من ناحيه ايه؟ من ناحيه الانجولار، واتكلمنا عن كلاينت اي دي وكريتنا كل حاجه دي اللي عملناها. عملنا بالفيسبوك يجيب لي السوشيال الصوره والايه؟ والاسم، ما فيش مشكله. ممكن اعمل لوج اوت واعمل عن طريق الجيميل نفس الحوار، تمام، اهو بروفايل، ادي الصوره والايه والاسم برده، ما فيش اي مشكله، ده شيء جميل. وبعد كده رجعنا عن طريق ايه؟ رجعنا عن طريق السبرينج، عملنا لوجن من طريق السبرينج والايه والفيسبوك والايه وجوجل، تمام. طبعا تلاقي السيرفر واقف، مفيش مشكله. فاحنا كده عملنا لوجن من ناحيه جوجل والفيسبوك مع الانجولار مره، وعملناها من ناحيه السبرينج مره. اذا اللي عليه الدور والستيب اللي عليها الدور هو انا بقى ان انا اعمل ايه؟ اربط ما بين الانجولار والسبرينج واشوف الدنيا بتاعتي هتمشي ازاي. فدي الايه؟ الخطوه اللي عليها الدور، تمام، عشان برضو توضح اكتر. اهو لو فتحت البنت، احنا عملنا لوجن عن طريق الانجولار، خلاص دي خلصناها، وعن طريق السبرينج خلصناها. فاضل بقى ايه؟ الربط ما بين الايه؟ الاثنين، وتشوف ازاي هتخزن في الداتابيز وازاي هتجيب وتحط والكلام ده كله، ما فيش اي ايه مشكله، تمام. لو رحنا هنا عملنا سند اهو، تمام، طيب قال لي ايه؟ انترنال ايه؟ ايرور، خلاه في البودي. نروح نغير التوكن بالتوكن بتاعنا. لو رحت هنا اهو عملت انسبكت، تمام، كونسول السوشيال اهو، هاخد الاي دي توكن، تمام. بس لاحظ ان ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق جوجل، تمام، ده عن طريق ايه؟ جوجل. فخلي بالك، هروح في البوست بان اهو، تمام، عن طريق جوجل. اذا ايه؟ هعمل عن طريق جوجل اهو، مش فيسبوك. انتر، تمام، جاب لي ايه؟ كل الداتا، ما فيش اي مشكله. عن طريق الفيسبوك لو رحت هناك اهو، خلينا نعمل كلير بروفايل، هعمل قصدي هعمل سوشيال، هعمل لوج اوت، هعمل عن طريق الفيسبوك، مفيش مشكله اهو. هاخد الايه؟ الاوث توكن زي ما اتفقنا، هروح هناك هحطه اهو، تمام، واعمل عن طريق ايه هنا؟ الفيسبوك، هعمل سند اهو، جاب لي ايه؟ دي الصوره، وجاب لي ايه اهو؟ الايميل والنيم اهو. لو رحنا عند النيم اهي، اسلام خضر، ولا حد فاكر ان احنا قلنا في الفيسبوك انك انت لازم تحدد له ايه؟ الاتريبيوت اللي انت عاوز ترجعها. لو ما حطيتلوش ديت، هو كده مش بي ايه، هو كده هيرجع كله بنال. لازم انت تحدد له الداتا اللي انت ايه؟ اللي انت عاوزها، تمام. اذا انا محتاجك، زي ما قلت لك قبل كده، انا محتاجك انك تكون مذاكر السبرينج سكيورتي. لازم السبرينج سكيورتي تكون ايه؟ تكون مذاكره. وقلت لك برضو ان في كورس على القناه عندي اهو، لو انت مش مذاكرها حاول تذاكرها عشان الموضوع يكون معاك ايه؟ تمام. اذا الستيب اللي عليها الدور انك انت عاوز تربط ما بين الانجولار والايه؟ والسبرينج، وتشوف الدنيا ماشيه ازاي وتهندل الدنيا. فهناخدها واحده واحده، وديت اخر ستيب عندنا في البلاي ليست بتاعتنا. اهم حاجه تكون فاهم سبرينج سكيورتي كويس. جميل جميل،
اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، فيديو بس تعريفي عشان نشوف همشي الدنيا ازاي، عشان بس وانا بشرح ما يبقاش الناس مش فاهمه معايا، ولازم تكون مذاكر تاني وباكد عليها السبرينج سكيورتي. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.